لا يمكن أحد أن ينال لذة الإيمان يصل ثم يؤوب. كل من ينتكس والله ما وصل بعد، محال أن يكون قد وصل، إنما انتكس لأنه لم يصل أصلا. لكن من عرف لذة الإيمان لا يمكن أن ينتكس، لكن كل من انتكس بقدر الله انتكس، لكنه أصلا لم يصل، هو أصلا في تأصيله في أمره لم يكن صوابا. ولا يهلك على الله إلا هالك. الإيمان لا بد أن يكون ممزوجا بالعلم، ولا يكون ردة فعل لسماع موعظة أو لرؤية جنازة أو لغرض آخر، إنما يعبد الله لأنه لا يستحق العبادة إلا هو.